والنهارده الجمعه، وطالما النهارده الجمعه قلنا نجيب لكم ايديوم جديد او اكسبريشن جديد له علاقه بيوم الجمعه. الاكسبريشن اللي معانا النهارده بنستخدمه احنا في اللغه العاميه بتاعتنا في اوقات ومناسبات كتيره جدا، يعني مثلا لما مراتك تيجي تقول لك حبيبي ممكن تغسلي شويه المواعين في الحوض، فانت طبعا الرد الموجود على طول هو مواعين في المشمش يا ماما. وفي ناس تانية بتبدع وتقول لما تشوفي حلمة ودنك، مع ان الحلمة تشاف في المرايه على فكره. طب ازاي نقول ده بالانجليزي وايه علاقته بيوم الجمعه؟ لو الطلب ده طلب منك تاني ممكن ترد بكل ثقه وتقول When two Fridays come together. When two Fridays come together. يعني لما يجي جمعتين مع بعض ان شاء الله، والجمعتين عمرهم ما يجوا مع بعض طبعا كلكم عارفين انها مره. يعني في الاخر بتقولها في المشمش، ولكن بطريقه مبتكره، وكمان بتبان ان انت شخص جدا مثقف. تعبير جديد واكسبريشن جديد اتوقع هتلاقوا له اماكن كتيره على مدار اليوم وفي حتت كتيره جدا من حياتنا. يلا من دلوقتي استخدموه وتعلموه، وان شاء الله يكون مفيد ليكم وما يسببلكوش مشاكل. ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.